واحد بيقول انا خادم للكنيسة. قال لي كاهن الكنيسة ان خدمة اخوة الرب عبارة عن شنطة مواد تموينية، هل هذا صحيح؟ لا مش صحيح طبعا. خدمة الرب دي محبة في القلب نحو الناس الغلاب والمحتاجين، وخدمة الرب خدمة أخوة الرب السيد المسيح قال عليها إنها ممكن تكون سبب خلاص الناس، وعدم الخدمة ممكن تكون سبب هلاكهم، زي ما ورد في متى 25 من آية 31 للآخر. واعتبر المسيح ان اللي بيخدم دول كأنه بيخدمه هو شخصيا، وقال مهما فعلتموه بأحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبيقد فعلتم. اما الشنطة التمونية وغيره دي حاجات جانبية ملهاش قيمة، ما تاخدش خدمة اخوة الرب بالشكل ده، خدها في روحيتها وفي اهميتها وفي المحبة.